بمناسبة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، أعرب معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورعايته الكريمة للعمل البرلماني وتوجيهاته السامية لتضمين المبالغ الخاصة بشؤون المواطنين في الميزانية العامة والتي لم تدرج في المشروع بقانون، فكان لها بالغ الأثر في تسريع العمل والإنجاز وتأكيد النهج الملكي السامي في تحقيق مصالح المواطنين وتلبية رغباتهم في العيش الكريم. وأعرب رئيس مجلس النواب عن خالص التقدير للدعم المستمر الذي يوليه سمو رئيس الوزراء الموقر للنقاش الخاص بالميزانية ولتعميق وترسيخ التعاون الفاعل، مشيدا بالمتابعة والمساندة التي يحظى بها مجلس النواب من سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدا رئيس مجلس النواب أن ما حققه المجلس في الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بها ودعم برامج الوزارات والأجهزة الحكومية وكافة الخدمات والمشاريع التنموية جاء بعد اجتماعات مكثفة والتوصل إلى صيغة توافقية متوازنة في الميزانية.